بقى ب 1560 و 1570. طب ايه اللي حصل؟ نسأل نفسنا. يعني انا مش بروج لحاجه، لكن نسأل نفسنا. عندنا خبر تاني والله انا شايف ان هو خبر كويس قوي. جامعه ستانفورد مطلعه قائمه باسماء اعلى 2% من علماء العالم الاكثر مشاركه بابحاثهم العلميه في كل التخصصات. 160 الف عالم من 149 دوله، اعتمادا على قاعده بيانات سكوبس في 22 تخصص علمي و 176 تخصص فرعي للباحثين اللي نشروا فوق 5 ابحاث. القائمة كان فيها 396 عالم مصري. هل الرقم ده كبير ولا الرقم ده صغير؟ 396 من 160 الف، لكن على الاقل ما حدش هيجي يقول ده القائمة طلعت وما فيهاش مصريين. الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بيقول ان القائمة فيها 48 عالم من جامعة القاهرة و 38 من المركز القومي للبحوث، 31 من جامعة اسكندرية، 30 من الزقازيق، 24 عين شمس، و 24 من جامعة المنصورة، و 19 من جامعة اسيوط، و 13 من جامعة طنطا، و 12 من جامعة بنها، و 12 من جامعة سوهاج، و 10 من مركز بحوث الفلزات، و 9 من جامعة المنوفية، و 8 علماء من جامعة حلفاء حلوان، و 8 من جامعة كفر الشيخ، و 8 من قناة السويس، و 7 من بني سويف، و 6 من المنيا، وستة من معهد بحوث البترول، وستة من الجامعات المصرية الجامعة المصرية البريطانية، وخمسة من جامعة جنوب الوادي، وأربعة من جامعة الفيوم، وثلاثة من جامعة النيل، واثنين من جامعة أسوان، واثنين مدينة الأبحاث العلمية، واثنين من جامعة دمنهور، واثنين من جامعة بورسعيد، واثنين من المعهد القومي لعلوم البحار، واثنين من دمياط، وواحد من جامعة المستقبل، واحد من جامعة الوادي الجديد، واحد من جامعة فاروس، واحد من جامعة السويس، واحد من معهد تيودور بيلهارس، واحد من جامعة السادات. ايه اللي عجبني قوي في التركيبة دي؟ اولا تركيبة اقليميا يعني مفروضة كده على مصر كلها من اسوان لاسكندرية. عجبني قوي ان احنا موجود معانا الكلام ده على مستوى جامعات الحكومية، وموجود على مستوى المعاهد، وموجود على مستوى ايضا الجامعات الخاصة اللي موجودة في مصر، انها ابتدت تظهر عندنا زي الجامعة المصرية البريطانية أو جامعة النيل أو جامعة فاروس اللي هي تعتبر يعني نص نص. فبالتالي احنا بنقول في حاجة بتحصل، في حاجة كويسة. كنا بنقعد نهاجم وزير التعليم العالي ونهاجم وزير التربية والتعليم ونقول له احنا خارجين من التصنيفات تماما والدنيا عاملة ازاي واحنا اوت ومش موجودين. الحمد لله ما احناش اوت، احنا موجودين. نتمنى الأفضل، نتمنى الافضل انهم يبقوا 369، عايزينهم يبقوا 3690، وعايزينهم يبقوا 36900. عايزين بس النهارده تحيه لعلمائنا اللي تواجدوا في هذه القائمه، وبنقول لشباب العلماء يلا شدوا حيلكم، عايزين نبقى متواجدين، عايزين مصر تبقى بتسهم في تقدم الانسانيه. معنى ان علمائنا موجودين دي مش قائمه بناخد عليها فلوس، دي مش حاجة عشان خاطر نعلقها على الحيطة، ده معناها اننا لما يبقى عندي هذا العدد من العلماء اللي عندهم ابحاث نشرت و و و، معنى الكلام ده ايه؟ معناه اننا انا وحضرتك اقارب واصدقاء وجيران هؤلاء العلماء، ان احنا بنقول لهم احنا فخورين بيكم ان حضراتكم بتساعدونا اننا نسهم في تقدم ورفاهية الانسانية. ما نبقاش قاعدين بس بنتلقى الحاجات، ناخد العلاج من عندهم، نجيب العربيات من عندهم، نجيب المش عارف ايه من عندهم، المكنه بتاعت ايه من عندهم، البحث بتاع ايه من عندهم. آن الأوان اننا نبقى مشاركين بالفعل كما نستحق.